ايوه الشاي اهو، واحد شاي واتنين ليمون هناك. ايوه جاي. وبعدين يا شوشنا كمل. الظبط عايجن وعايقول ان بلدي غريبه. وايه الغريب فيك ده؟ عايقول ان الموضوع فيه اني ما تفهمه يا صالح. انه انا نافوخي هيفوت من كتر التفكير. يا اخي سلامه نافوخك. خبري عاد شاي تقيل هنا لصالح. ما خبرش باللي عم بيحصل في البلد ولا ايه عوض؟ لا ما خبرش. دي البلد كلاتها ملهاش غير الحديد ده. ايوه ايوه قصدك يعني قتل الخواجه؟ ايوه ده بعيد عنك الدنيا جايده نار. كنك ده سلامه ولد عيلد القمامصه هو اللي عملها. وادي احلى شاي لاحلى شويش. ادي كمان الشاي اهو يا عم صالح. تسلم وتعيش. وبعدين يا شوشنا ما تقول لنا ايه اللي حصل؟ ايه اللي هيخلي سلامه يقتل الخواجه؟ ده الخواجه كان موافق على جوازته من بنته نعمه علشان يستفرد بالبنتة وبالقرشينات اللي حداهم. الحديد ده تقولوه انتم يا اهل البلد، لكن الضابط بتاعنا متعلم ومتنور زين. كلامي ده يا شويش يعني عايفهم بلادنا اكتر منينا؟ لم روحك منك ليه؟ انتم بتتعوش على الحكومة؟ لا ما يكشطش يا شويشنا. اكفي الخشمك يا عم بدل ما تطبل على دماغتنا. ما سلامي كان هياخد الفلوس هياخدها، هو بس شم ريحة مش ولا بد. يسلم خشمك يا شويش، ما الخواجه كان هيهمل كل حاجه النعمه. قال يقتل وقال. حضره الضابط كمان كان عايقول. يا نهار اسود حربي بيه جاي علينا اهو. طب بس قفلوا على الموضوع ده الوكيل. شاي تقيل يا ولا بسرعه. تعوكش. ما تكملوا كلامكم. ايه؟ كتمتم ليه؟ ما اتكتمناش ولا حاجه. ايه؟ عم بتتكلموا في عاد. هي بلد ليها سيرة غير قتل الخواجة؟ الموضوع مش موضوع قتل الخواجة وبس، لا دي حكاية وعرة قوي، دي حكاية كبيرة، حكاية الناس اللي وثقنا فيهم ومأمنينهم على عيالنا. قصدك مين؟ ايوه قصدك مين؟ ومش بس كده، لا دول كمان عاملين انهم يعرفوا ربنا وهم سامحنا يا رب. تقصد بنت عم جرجس؟ يقصد عيلة الجمامسة يا جف. كيف يعني؟ كيف يعني يا حبيبي؟ يعني مالي صالح بالموضوع ده. مالكش صالح ازاي؟ بالعقل كده ايه اللي يخلي سلامة يقتل الخواجة؟ ايه؟ لازم الموضوع في حاجة مش ولا بد. ايوه وعادل بيه كمان عم بيقول كده. بيقول ايه عادل بيه؟ هيقول انه لا دي اسرار الحكومة. فهمنا يا شويش بركات. ما تحبكهاش امال؟ ده احنا كلتنا اهلك وناسك. لا ممكن ابدا، ما حدش يقدر يزحزح من خشمي كلمة واحدة. ما تتكلم قبل يلمك. على مهلك عليا يا حربي بيه. بيقول ياد، بيقول يا الظابط انطق. بيقول ان الموضوع مش طبيعي وان في سبب تاني هو اللي دفع المجرم للجريمة. سبب ايه؟ ما خبرش. شويش بركات. هو ده اللي جاله قدامي في عرضك يا ولد العمدة. يا لازم الخواجة عارف حاجة مش ولا بد. وسلامة طول النهار في الكنيسة، يوماتي في القداس، والليل في العشية والخدمة. وإحنا عيالنا كلاتنا معاهم طول النهار في الكنيسة، أنا ما عودتش عيالي على الكنيسة واصل. والكنيسة مالها بس؟ صح يا حربي بيه. خبري يا رجالة، الكنيسة دي بتاعت ربنا، لكن العيب جاي من عيلة القمامصة. يبقى نروح المطرانية ونكلم سيدنا يشوف لنا حد بيعرف ربنا زين. يا ما تحت السواهي دواهي. شايفين مين اللي جاي علينا ده؟ ده باين له الخواجه مكاري. الخواجه مكاري اخو عم جرجس الله يرحمه، وعم نعمه كمان. ده مش هيسيب طار اخوه ابدا. ايوه هو في شحمه ولحمه. اهو فرصه نعزيه لحسن الاسبوع الجاي اسبوع الالام، والواحد لازم يتفرغ للكنيسه. اقرصك في الخشمك منك له. اهلا اهلا يا خواجة مكاري، ربنا يجعل اخر الاحزان البقية في حياته. الخواجة قطع بينا قوي. ما نجلكمش في حاجة عفشة. طب بالاذن بقى ما تقلقش يا خواجة مكاري، احنا عاطين قتل اخوك عم جرجس اهمية كبيرة قوي عندينا، والموضوع التاني كمان. ربنا يعزيك. سلام. متشكر يا شويش. اتفضل يا خواجة، اقعد استريح. الشاي تقيل يا واد بسرعة. قلبي عندك يا خواجة، ما كان لوش الموتى دي واصل، ما كان خواجة جرجس
جتته تترمي وما يعدوش بيها واصل عيلة الجمامصة، واللي زاد وغطى الحديث اللي داير في البلد كلاتها. حديث ايه؟ الناس عم تسأل ايه اللي يخلي الخواجة يتعارك مع الراجل اللي هيتجوزه بنته اللي إذا أباي، وكمان عايقوله ان الخواجة قبلها زعج في نعمة وضربها وكان عايموتها لولا عشو عنها. شايل الخواجة مكاري فين يا ود؟ مليحة ياوي الحدوتة دي. بيضحكوا عليه دول. اهدى يا خواجة مال، اهدى. شابون الجمس اللي مجبل هناك دي تنه بهيه، تلاقيه معاود من حد الخوص وراح يكمل البصر. ايوه بيتعب جو السبوع ده، ربنا يقويه. صدقني لاجيب عليها وطيها. روق يا خواجه، الراجل من عنديني بعشرة من عنديهم. قوم نسلم على ابونا الجمص. باي هتسلم عليه؟ انت نسيت ولا ايه؟ نسيت ايه؟ احنا مقطعين عيله الجمامسه كلاتهم. هملنك ده. سلام يا ابونا. سلام ونعمه يا حبيبي، كيف حالكم؟ بخير نشكر ربنا. مين اللي قاعد هناك ده؟ ده الخواجه مكاري، الراجل تلاقيه قلبه مكسور على اخوه اللي راح في شرب الميه، والقتل عاد منه لله. يكفي الخشمك يا ولد. ربنا يعزيكم يا خواجه. ربنا ياخدك وياخد عيلتك كلاتها. ايه اللي هتقوله ده يا مكاري؟ انا مش هتكلم بعد كده، البندقه هي اللي هتتكلم مش الخشم. مش كده يا مكاري، حكم عقلك امال. واني بقى فيا عقل؟ دمنا اللي راح حضر وشرفنا متنطر في الوحل، وسيرتني سيرتنا بقت على كل لسان، الراجل من عنديني بعشرة من عنديكم. كيريه ليسون فوق تيتي قوم نمبي او نمبي اسمو نمبي اماي شايني امين منو البن نوتي بن اورو فوق تيتي قوم نمبي او نمبي اسمو نمبي اماي شايني امين باشو عيسيسوس بخريستوس باسو تيرن اغاثوس ثوك تيتي قوم. يا ايها الشيف، يا طبيب الارواح، الذي امتحنت عبدك ايوب او ولدك سلامة وضعفي وشفاهم من بلاياهم، ارحم شعبك وخلصنا من جميع البلايا والمحن والتجارب والشدائد الشديدة يا رب، ما قدرش عليها، افرجها بقى يا رب، افرجها عليا وعلى ولدك سلامة، ارحم يا رب البلد بالنار اللي جايدة فيها، يا رب اسمعنا وارحمنا، أمين. أهلا يا لوجا فندي، الكنيسة نورت. يا راجل بقى ده كلام، أول يوم في البصخة يعدي ولوجا فندي ما يكونش في أول الصف، كيف عاد؟ مالك يا لوجا فندي؟ مالك؟ سامحني يا أبونا، سامحني. يا راجل قوم قوم. رجلك يا بوسة. يا ابني ما تقولش كده، وانت مالك بس؟ سامحني يا أبونا، غصب عني، أنا ما قصدتش واصل. يا ولدي ما تقولش كده، وانت عملت ايه؟ كيف يعني؟ وانا اللي رابط حبل المشت نجا على سلام. وانت في يدك ايه يا ولدي؟ انت قلت اللي انت شفته بنفسك. لا عملت، بس صدقني يا ابونا، انا الاول ما كانش قصدي كده خالص، كنت شايف واحد وخلاص، ولما لقيته في اوضة عم جرجس زعجت، لما لقيته سلامة اتصابت نفوخي وزعجت اكتر، فكرت اعمل حاجة، ما هو سي سلامة ما يعملش كده، وكمان ده هيحب عم جرجس، وعم جرجس كان هيحبه. قلت لنفسي اقوم اروح للضابط واقول له اني ما حددتش من الجاد، لكن ارجع واقول انا اللي ماسكه، انا ما بنامش يا ابونا، كل ما بنام احلم بسلامة عايدشنك، اصحى مفزوع. قول لي يا ابونا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ لا يا ولدي، انت قلت اللي انت شفته، وده ما يعيبش اي راجل واصل. سامحني يا ابونا، وقول لسلامة انه يسامحني، ده حتى الستين يا عم بتبص بصة شايلة قوي، انا ما قدرش امشي لا في الشارع ولا في الكنيسة. امشي راسك مرفوعة في البلد وربنا ما يعملش سلامة. قوم يا راجل وما تشيلش هم وريح ضميرك. حاضر يا ابونا، بالاذن. انا اوعى يفوتك بصخة باكر يا لوجا. يا ابونا. نعم يا لوجا. بترجاك
بترجاك يا بون ما تجيبش سيرة لأي حد. انت كنت عم بتفضفض مع ابوك الجمص، يعني هتعترف؟ والاعتراف ما بقاش سر، اذ خرج ما بين اتنين، هما المعترف وربنا. ربنا يخليك يا ابونا الجمص. لوجا فندي، هو انت شفت ايه؟ شفت سلامة مسك الشرشارة وطبق، قصدي وماسك بيده على رقبة عم جد. مساء الخير. ايه ده؟ ده اني ماليش مكان بقى وسط القديسين. حربي حربي،